ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر ومع ذاك يوضع غطاء؟ الذي البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها، نعم هذا لا بأس به لأنه لا يشاه، ستغطيه الغطفة التي فوقه. لكن البرقع اللي ما في الشيء لا نفتي بجوازه لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا. لو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا هذا النقاب وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت اليوم أن يجوز المرأة أن تنقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سوف يكون هذا النقاب متسعا، يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه. هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب إلى الصواب. نعم.